تعبير كتابي حول موضوع التدخين. أصبحت ظاهرة التدخين اليوم مشكلة عالمية وظاهرة اجتماعية خطيرة، لما يترتب عنها من مشاكل صحية ونفسية على صحة الإنسان. إن ظاهرة التدخين انتشرت بشكل كبير وسريع في الآونة الأخيرة بين جميع فئات المجتمع، وخاصة بين فئات الأطفال والبالغين. ومن بين أهم العوامل والأسباب التي أدت إلى انتشار هذه الظاهرة نجد الصحبة السيئة، رغبة الأطفال في تقليد من يكبرهم سناً، غياب الرقابة الأسرية، وأيضاً عدم استغلال وقت الفراغ فيما يفيد كالرياضة والمطالعة. إن الإدمان على التدخين له أضرار صحية كثيرة، نذكر منها أنه يهلك ويدمر الصحة، ويعتبر سبباً في تكون العديد من الأمراض الخطيرة كسرطان الرئة، قرحة المعدة، مشاكل في الأسنان، والإصابة بمرض السكر وغيرها من الأمراض التي قد تؤدي للوفاة. وللحد من هذه الآفة الاجتماعية، يجب توعية الناس بمخاطر التدخين عبر التلفاز وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، ومراقبة الأطفال بشكل دائم من طرف الأسرة والمدرسة. ومن منظوري الخاص، أرى أنه يجب على الآباء توعية أطفالهم بمخاطر التدخين، والتأكيد عليهم بالابتعاد على كل ما له ضرر بالصحة.